السلام عليكم طلاب الصف السادس، سنأخذ اليوم المحفوظات يافا الجميلة. هذه القصيدة للشاعر محمد مهدي الجواهري، هو شاعر عراقي ولد عام 1999. ألقى هذه القصيدة بيافا في عام 1945 بمناسبة تكريمه، توفي عام 1997. يافا الجميلة، أقلتني من الزوراء ريح إلى يافا وحلق بي عقاب، كأن الشوق يدفعه فيذكي جوانحه من النجم اقتراب. ولما طبق الأرج الثنايا وفتح من جنان الخلد باب، نظرت بمقلة غطى عليها من الدمع الضليل بها حجاب، وقلت ما أحير سوى عتاب، لست بعارف لمن العتاب. أحقا بيننا اختلفت حدود، وما اختلف الطريق ولا التراب، ولا افترقت وجوه عن وجوه، ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب. لئن حم الوداع فضقت ذرعا به، واشتف مهجتي الذهاب، فمن أهلي إلى أهلي رجوعا، وعن وطني إلى وطني إياب. معاني المفردات: أقلتني بمعنى حملتني، الزوراء وهي مدينة بغداد وتعني الأرض الواسعة، العقاب هو جنس من أجناس الطيور، فيذكي يقوي حركته، الأرج نفحة الريح الطيبة، الثنايا الطرق والأمكنة، الضليل بمعنى الدائم، التراب المقصود به الوطن، افترقت اختلفت، الضاد المقصود بها اللغة العربية الفصحى، الكتاب المقصود به القرآن الكريم، حمى أي اقترب موعده، فضقت ذرعا بمعنى ضعفت طاقتي، مهجتي بمعنى روحي أو قلبي، فمن أهلي المقصود بهم أهل يافا إلى أهلي، هنا المقصود بهم أهل العراق. نأتي الآن إلى شرح الأبيات. بتحدث الشاعر عن وصوله إلى يافا جوا وكيف استقبل بمطارها، ثم يقف الشاعر مبهورا أمام جمال يافا وجمال بيوتها وموقعها. حين وصوله إلى يافا، وقد أشار الشاعر إلى كيفية وصوله إلى يافا ومع الريح، وهنا المقصود بها الطائرة، وحين وصوله إلى يافا بدأ يشتم عبيرها ويرى طيب مزروعاتها وأشجارها. يشير الشاعر بعد ذلك إلى إشراف مدينة يافا على اللد المجاورة الجميلة، وقد ذكره هذا الجمال بجمال وطنه العراق وتمزق الوطن العربي، فامتلأت عينا الشاعر بالدموع. تحير الشاعر بعد ذلك لمن يوجه العتاب على هذه الحدود، أهو للحكام أم الشعوب؟ فيتساءل الشاعر، هل حقا هناك حدود؟ مع أن المتأمل يرى الأرض نفسها والدم العربي هو عينه واللغة نفسها. بعد ذلك يبوح الشاعر بهمومه إلى وطنه وأهله في يافا، الذين خرجوا بكل حبهم ومشاعرهم لاستقبال الشاعر والترحيب به، وهذا يدفعهم إلى الإحساس بالأخوة والانتماء إليهم. يوجه الشاعر خطابه إلى أهله في يافا قائلا أن هناك ما يوحد الشعبين، فجمال العراق يعكس جمال يافا، والآلام نفسها، فكلاهما يجمعهما ماض مجيد وأمل في مستقبل
أفضل. أخيرا يقول الشاعر: عندما حان موعد العودة إلى العراق لم يحتمل موقف الوداع، وفقد مهجته أي القلب، وعزاؤه الوحيد الذي خفف عنه ذلك الموقف هو أنه ينتقل بين أهله وغير وطنه. الأسئلة: السؤال الأول، يتصور الشاعر أن الطائرة التي أقلته كانت تحلق بسرعة كالريح، لماذا؟ بسبب حبه وشوقه للوصول إلى مدينة يافا. وزن بين شعور الشاعر في حالة قدومه إلى يافا، كيف كان؟ كان فرحا. مغادرته يافا، كان حزينا. السؤال الثالث، استنتج مقومات تحقيق القومية العربية كما يراها الشاعر من خلال اللغة والدين والأرض. السؤال الرابع، إلى ما رمز الشاعر بكل من عقاب، رمز الشموخ والعلو، الضاد وهي اللغة العربية الفصحى، الكتاب وقصد فيه القرآن الكريم. لماذا كرر الشاعر حرف النفي لا 3 مرات في البيت السابع؟ للتأكيد على العوامل التي تجمع وتوحد العرب. السؤال السادس، استخلص العاطفة التي سيطرت على الشاعر في البيتين الأخيرين. عاطفة الحب والولاء والانتماء.